قتل 18 شخصا وجرح حوالي 100 بينهم 15 إصاباتهم خطرة عندما خرجت طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية Air India Express عن المدرج بعد هبوطها وشطرت إلى جزئين وسط أمطار غزيرة وهبات رياح شديدة في جنوب الهند. وأفادت شركة الطيران بأن طائرة البوينغ 737 كانت تقل 191 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم، وكانت آتية من دبي إلى كوزيكودي في ولاية كيرالا جنوب الهند. After one, I don't know when I go to conscious, I don't know. Somebody is coming, recovery workers. That time my wife also, my said, my son also, there also. Both are crying. وأكدت وسائر إعلام هندية أن الطائرة التي كانت تعيد هنودا عالقوا بسبب وباء كوفيد-19 في الخارج حاولت الهبوط مرتين قبل حصول الحادث.